أيها المسلمون، ستنقضي الدنيا بأفراحها وأحزانها، وتنتهي الأعمار بطولها وقصرها، ويلقى الجميع ربهم، وحينها لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاستقبلوا شهركم بتوبة صادقة، واعقدوا العزم على اغتنامه وعمارة أوقاته بالطاعة. فما الحياة إلا أنفاس معدودة وآجال محدودة، واغتنموا شريف الأوقات، والمغبون من أدرك رمضان ولم يغفر له. قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور أي الكذب والعمل به أي من الفواحش فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. متفق عليه. ومن أعظم ما يصلح القلب ذكر الله وملازمة القرآن وقيام الليل ومجالسة الصالحين.